سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها ظاهرة تهريب الأدوية ومخاطرها. في ظل الوضع المنفلت الذي تعيشه أغلب المحافظات، تزدهر ظاهرة تهريب الأدوية التي تعني المتاجرة بالسموم واستثمار أوجاع الناس. وفقا لدراسة أصدرها مركز الدراسات والإعلام الصحي، فإن 95% من الأدوية المهربة والمزورة المتداولة في السوق اليمنية هي أصناف خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، وأن الأدوية المهربة والمزورة تستحوذ على 30% من معروض الدواء في السوق المحلية. ومع انعدام الرقابة وتعطل القوانين الخاصة بمكافحة التهريب، وجد بعض أصحاب رأس المال فرصتهم لتحويل أنشطتهم التجارية إلى مجال المتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية، طمعا في الربح الكثير السهل ولو على حساب حياة الناس. في حلقة اليوم من برنامج بين قوسين نناقش ظاهرة تهريب الأدوية ومخاطرها وتأثير ذلك على القطاع الصحي في ظل انعدام الرقابة، وأين تقف الحكومة مما يجري؟ نناقش ذلك مع ضيوف حلقتنا. معنا من العاصمة المؤقتة عدن نائب مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة الدكتور مروان الشرجبي، وعبر الهاتف من عدن رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، وهاتفيا من صنعاء سيكون معنا رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور، ومن تعز عبر الهاتف سيكون معنا نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في المحافظة سيد تيسير السامعي. مرحبا بالجميع، وأبدأ مع ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن نائب مدير الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة الدكتور مروان الشرجبي. دكتور مساء الخير. مساء النور. دكتور، يعني لو تضعنا في صورة عامة عن ظاهرة التهريب مؤخرا التي يعني لقت مساحة واسعة في فترة الحرب. طبعا ظاهرة التهريب هي ظاهرة عالمية أولا، ومنتشرة في كل دول العالم. نعم. ولكن انتشارها يختلف. مثلا في الدول المتقدمة نسبة انتشارها بسيطة جدا، كون هناك قوانين رادعة، قوة الرقابة عندهم، أيضا نظام التأمين الصحي. ولكن انتشارها في المناطق الدول النامية والتي تنشط فيها الحروب هو الذي شجع على انتشار ظاهرة التهريب. جميع الأشياء تهريبة، ومنها قطاع الأدوية. طبعا ظاهرة ونسبة التهريب هذه هي زي ما قلنا، أولا نسبة الدواء بشكل عام في العالم كله، نسبة المبيعات من سوق الأدوية تقريبا 1.2 تريليون دولار في العالم كله، ونسبة وفي آخر إحصائية WHO إن نسبة الأدوية المهربة والمزورة في العالم أجمع هي 900 مليار دولار، معناتها تقريبا 60% من السوق العالمية. وفي دراسة تحفظية مثل WHO تقرير تحفظي يقول إنه 75 مليار دولار. طبعا تختلف هذه النسبة من دولة إلى أخرى حسب قوة النظام الرقابي. طبعا الأدوية بشكل الدواء هو عبارة عن منتج كيميائي، وأي استخدام للدواء بشكل خاطئ بدلا من أن يكون عبارة عن دواء يفيض المريض ممكن أن يتحول إلى سم أو لا يحقق الشيء المرجو من إعطائه بشفاء المرضى. طبعا الدواء مهم جدا، الدواء استخدام أي دواء، والمشكلة الدواء المغشوش أولا، الدواء المغشوش أو الدواء المزور أو المقلول المحتوى المصدر، الغرض من استخدام أي دواء هو نتيجة اعتلال أو ضعف إنساني. يكون الضعف الإنسان الضعف الإنسان يكون عبارة عن جسدي أو عقلي، ويعطى الدواء للمريض من أجل استعادة العافية والوضع الطبيعي. وفي حال استخدام الدواء المزور أو الدواء المقلول الهوية والمصدر والمهرب، ممكن أن يتعرض المريض يمكن أن لا يستفيد من هذا الدواء، ممكن أن ينتكس، ممكن أن يتعرض لأسباب كثيرة. نتيجة هذا الدواء المهرب ممكن يكون مخلط بكثير من الشوائب، ممكن يخلط بكثير من الجراثيم، لأنه يتم تصنيعه في غرف مغلقة وفي أماكن غير صحية، وبالتالي
ممكن يسبب سرطان، ممكن فشل طيب كلوي، ممكن يؤدي للوفاة. نعم، لكن دكتور فيما يتعلق بالتهريب بشكل عام في مجال الأدوية، يعني هل الأمر اليوم ما زال في اليمن في إطار مشكلة يعني يمكن السيطرة عليها ويعني حلها، أم أن الوضع أصبح بالفعل ظاهرة وتحتاج إلى جهد كبير وزمن أطول لمكافحتها؟ طبعا هناك مقولة من أمن العقوبة أساء الأدب. أولا أول شيء كل شيء له في الدنيا له حل، والحل يبدأ أولا بإنسان أو بتقوية الوازع الديني لكل إنسان، مثلا بعدم بيع الأدوية المهربة والمزورة للمواطنين. وكل والحل الأساسي هو بتفعيل إدارة الرقابة والتفتيش الطبي في كل محافظة وفي كل مديرية، وبالتالي يكون القوة الرادعة والقوة الضاربة في مصادرة، تنزل لجان تفتيش لمخازن الأدوية وللصيدليات ولمحلات الجملة، وبالتالي مصادرة الأدوية هذه اللي مهربة أو مزورة أو موجود المصدر والمحتوى، وبالتالي يتم تكثيف المنابع التي ممكن أن يتحصل المريض على هذه الأدوية منها. وأيضا هناك دور، وهذا على عاتق إدارة الصيدلة في مكتب الصحة عدن التي هي مغيبة تماما عن العمل، مغيبة لترفض النزول، وفي ظل أيضا عدم منح الفرصة لإدارة الرقابة والتفتيش الطبي في مكتب الصحة بقيادة الدكتور فؤاد اليافعي للعمل، وبالتالي النتائج هذا هو الوضع الكارثي. وأيضا هناك مهمة على عاتق الهيئة العليا للأدوية التي هي مسؤولة عن المنافذ البرية والجوية والبحرية لدخول أي دواء، وهناك مندوبين من هذه الهيئة العليا للأدوية في جميع المطارات والموانئ، وبالتالي تقع على عاتقهم الحد من دخول هذه الأدوية، بالتالي يتم تكثيف المنابع. هناك الكثير من النقاط يعني نناقشها سويا، ولكن تكرم بالبقاء معي قليلا. أرحب هنا بضيفي من تعز، مدير أو نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في المحافظة، السيد تيسير السامعي. سيد تيسير مساء الخير. أهلا وسهلا أخي، حياك الله. أهلا بك سيد تيسير. يعني لو تضعنا في صورة عن وضع الأدوية في محافظة تعز على وجه التحديد، يعني كيف هو الحال مع ظاهرة التهريب المنتشرة في عموم البلاد؟ طبعا أخي، أول حاجة أنا أشكركم في قناة بلقيس على على مناقشة مثل هذه المواضيع الهامة والحساسة بجانب القطاع الطبي، خاصة قضية تهريب الدواء، لأن قضية هامة وقضية جوهرية يعاني منها المواطن بشكل كبير جدا. طبعا ظاهرة تهريب الأدوية ليست جديدة، هي ظاهرة قديمة، يعني قد كان لها مروجون ولها تجار ولها سوق وافرة في السنوات الماضية منذ سنوات طويلة، لكن كان هناك محاولة من قبل الدولة ومن قبل وزارة الصحة للحد من هذه الظاهرة، لكن مع الحرب التي فرضت على اليمنيين والذي يعاني منها اليمنيين منذ 5 سنوات، ربما الآن ضعفت الرقابة وانهارت مؤسسة الدولة، بالتالي ربما أصبحت يعني تجارة الأدوية رائجة بشكل كبير. لكن مع ذلك نحن هنا نعول على وعي المواطن بشكل عام، لأنه المواطن يجب عليه أن يكون لديه ثقافة يستطيع من خلالها أن يميز ما بين الدواء الرسمي والدواء الغير مهرب. طبعا محافظة تعز هي لا تختلف عن بقية المحافظات هنا، يعني الوضع لا نقول أنه وضع مثالي، لكن كان هناك يعني محاولة من قبل مكتب الصحة والسكان لمحاولة الحد من هذه الظاهرة، لكن حتى الآن الجهود يعني ربما لا نقول ليست بالمستوى المطلوب، لكن نحن نعول دائما على الوعي المواطن وايضا على طيب هنا في مساله وعي المواطن سيد تيسير، يعني ببساطه قد ياتي المريض الى الصيدلاني او الشخص الذي سيبيع له الدواء، وبالتالي يعني الناس تستسهل الامر بحيث انه
يقول له أنه هذا الدواء سيأتي بنفس الغرض وهذا الدواء أيضا سيأتي بنفس النتيجة، ولكن هذا سعر أرخص وهذا سعر أغلى، وبالتالي هنا يكون يعني أسلوب إقناع للمريض بأنه يأخذ هذه الأدوية كونها رخيصة وبالتالي لا ضرر بها. وهنا كيف يمكن إقناع الناس بخطورة هذه الأدوية وتجنب هذا الأمر؟ أول حاجة أنا وهنا أوجه رسالة لكل الإخوة الزملاء العاملين في الصيدليات، صيدليات ومخازن الأدوية، أنا أقول لهم اتقوا الله في حياة الناس، لأن هنا مسؤولية كبيرة يتحملها الصيدلاني في حالة ما إذا باع دواء مهرب أو دواء غير صحي غير سليم لمريض، فهو قد يكون سبب في قتل هذا الإنسان يعني. لذلك هنا أنا أوجه رسالة إلى كل الإخوة الزملاء العاملين في الصيدليات، أنهم أمام مسؤولية كبيرة جدا يعني، ويجب عليهم أن يكون يعني يكونوا عند مستوى المسؤولية. هنا الطبيب، هذا الطبيب الذي ذكرته أخي الفاضل، يعني الطبيب الذي يحاول أن يروج الدواء على حساب صحة المريض ويفضل مصلحته الشخصية، مصلحته على صحة المريض، هذا أعتقد أنه يعني رجل ربما قد يكون سبب في قتل إنسان. لذلك هذا لا يستحق أن يعمل في مجال الصيدلة ولا يستحق أن يعمل في مجال الطب. الطبيب هنا والصيدلاني يجب أن يكون عند مستوى المسؤولية في حالة ما إذا كان الصيدلاني أو العامل في الصيدلية لديه معلومات أن هذا الدواء مهرب أو أن هذا الدواء غير سليم، ففي حالة بيعه للمريض هنا يكون قد ارتكب جريمة أخلاقية وجريمة قانونية غير عادية، لأنه تجارة الأدوية تجارة حساسة جدا، وهناك قوانين صارمة وضعتها الدولة يعني لكل من يمارس هذه المهنة، ليس أي شخص يمارس هذه المهنة، لابد أن يكون شخص مؤهل قد درس طيب. وتعلم هنا وتخرج. هنا سيد تيسير، هناك اتهامات لنافذين في تشجيع ودعم هذه الظاهرة، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ طبعا فعلا هذا الكلام سليم، هناك نافذين، لكن نحن اليوم يعني نحن اليوم في النهايه نحن كما قلت لك انا اعيد واؤكد اننا نعول على وعي الصيدلاني الذي يعمل في تجاره الادويه، والمواطن ايضا، المواطن هو حجر الزاويه. نحن اليوم في حاله الانهيار مؤسسه الدوله، وفي حاله الحاله الذي اليوم تعاني منه الدوله، وفي حاله غياب الدور الامني الذي سيقوم بالرقابه على هؤلاء النافذين، ربما نحن نشعر بمشكله، لكن مع ذلك نحن نعود ونقول بانه يجب اننا نوعي المواطن بانه يجب ان يحرص الا يشتري اي علاج او دواء الا اذا كان هذا الدواء دواء رسمي موثق مسجل في الهيئة العليا للأدوية، ويجب عليه أن يحذر من الدواء، لأنه ويسأل ويبحث على المواطن أن يكون عنده حريص على، لأنه في النهاية هناك من يستقبل المواطن ويحاول أنه يروج. لكن طيب سيد تيسير، بالنسبة لظاهرة التهريب بشكل عام، يعني هنا مثلا تعز على سبيل المثال منقسمة، أو يعني نصفها تخضع لسيطرة الدولة والنصف الآخر يخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، إذا ما وجدنا تقييم لظاهرة التهريب بين المنطقتين، أيهما تعاني أكثر من انتشار ظاهرة بيع الأدوية المهربة والمزورة؟ والله انا لا استطيع هنا ان افتك بهذا المجال او اقول لك هنا، لكن اقول لك نحن في المناطق التي خاضعه للحكومه الشرعيه، وخاصه نحن في مكتب الصحه نبذل جهود، لدينا اداره متخصصه هي اداره الرقابه على المنشات على المنشات الصيدلانيه، هذه الاداره تبذل جهود كبيره وقد قامت بحملات تفتيش دوريه، وقامت بمصادرة عدد من الأدوية التي كانت أدوية الذي مهربة أو أدوية غير صالحة، فقامت بمصادرتها، وأيضا جهود بذلت، لا نحن نقول أننا نبذل. أنا لا أدري ماذا يحدث في الطرف الآخر، لكن أنا هنا أتكلم على ما يحدث هنا في المناطق في المديريات التابعة للحكومة الشرعية، لكن في النهاية نحن نقول أنه الوضع يعني الوضع الذي نعاني منه هو بحاجة إلى سلطة الأمن، يعني هنا في هذا الجانب سلطة الأمن يلعب دور كبير في هذه الظاهرة، لأنه مكتب الصحة والسكان
لن يستطيع أن يقضي على المهربين، ولن يستطيع أن يحارب المتنفذين، ولن يستطيع أن يصادر الأدوية المهربة إلا في ظل سلطة القانون وسلطة الأمنية التي ستكون مرافقة لسلطة الصحية. يعني الموضوع موضوع تكاملي، لا يمكن مكتب الصحة أن يحارب هذه الظاهرة بمفرده، لابد أن يكون هناك تكاتف وتعاون أيضا من الجهات الأخرى. لكن أنا هنا أؤكد لك بأنه أيضا في المقام الأول، وأنا في المقام الأول نحن أيضا نوجه رسالة إلى الأخوة الصيدلانيين الذين يعملون في الصيدليات بأن يتقوا الله في حياة الناس. يعني ربما هم من يتحمل المسؤولية الأكبر اليوم أمام هذا الواقع، والضمير هو من يجب أن يحضر في هذه المشكلة. إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر السيد تيسير السامعي نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي بمحافظة تعز، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات والاستطلاع الذي أجراه الزملاء في تعز. مشاهد سويا، يتحدث الناس هنا حول مخاطر الأدوية المزورة والمهربة. نشاهد سويا. وعلى المواطن بالدرجة الأولى، حيث أن هذه الأدوية تعمل خارج عن المواصفات والمقاييس، قد تؤثر بالمستهلك. أغلب الأدوية الآن خاصة في ظل الحرب تمر عبر الموانئ الغير متواجدة، هذه الأدوية تؤثر على صحة المواطن. أيضا نحن نطالب في ظل هذه الأوضاع السلطات القائمة بمراقبة مثل هذه الأدوية ومصادرتها، بالنزول إلى الصيدليات، بالنزول إلى مناطق تواجدها، مصادرة هذه الكمية، لأنه أغلب هذه الأدوية تسبب سرطانات، تصرف بدون مواصفات طبية، بدون لها مخاطر كبيرة. في ظل الحرب القائمة على محافظة تعز، هناك كثير من الأدوية والمنتجات الطبية التي تدخل إلى المحافظة عن طريق التهريب، وذلك يشكل خطر كبير على المواطنين. من هنا نوجه دعوة إلى الجهات المعنية بالقيام بدورها على أكمل وجه للحفاظ على صحة المواطنين في محافظة تعز. تعتبر ظاهرة تهريب الأدوية ظاهرة مقلقة للمجتمع، والأضرار الناتجة عن تهريب الأدوية وطريقة التخزين أصبحت متعبة يعني آثارها ملموس منتشر بشكل كبير. نطالب الجهات الحكومية بضبط بتشديد الرقابة على الصيدليات. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من تعز، وأعود الآن لضيفي الدكتور مروان الشرجبي عبر الأقمار الصناعية من عدن. دكتور مرحبا بك مجددا. يعني دكتور، إذا ما أتينا للحديث عن الأدوية المهربة، عندما توضع هذه الأدوية أمام المواطن والذي هو المستهلك بدرجة أساسية، يعني يحضر الجانب المادي قبل كل شيء. يعني المواطن عندما يخبره الدكتور أو الصيدلاني بأن هذا الدواء لا يختلف عن هذا الدواء، وإنما هذا أرخص وهذا أغلى، بالتالي يعني هو يذهب يعني مثل ما تقول على بركة الله ويقوم بشراء الدواء الأرخص بعيدا عن إدراكه حجم المخاطر المترتبة على ذلك. صحيح. طبعا نقطة مهمة جدا. اولا كيف ممكن المريض، اولا كيف هو المريض ممكن ان يتعرف، المواطن العادي ان يفرق بين الدواء المهرب او المزور وبين الدواء الرسمي؟ طبعا هذا يقع على عاتق اولا الاعلام المرئي والمقروء والمسموع، طبعا وايضا على الهيئه العليا للادويه واداره الصيدله في مكتب الصحه، طبعا بتزويد الاعلام برسائل تثقيفية ورسائل إرشادية وتعليمية بخطورة الأدوية هذه، ونشرها في الإعلام بشكل مستمر، إن هذه الأدوية مثلا حافظ على حياتك، الأدوية هذه سبب رئيسي في السرطانات، الأدوية هذه. وبالتالي إذا كان في رسائل توعوية ورسائل إرشادية من مكتب الصحة الصيدلة، مكتب الصحة ومن العليا للأدوية عبر الإعلام للمواطن العادي، فإن المواطن بالتالي يوصل للوعي والنضج، بيقوم بنفسه بعده بمعرفة خطورة هذه الأدوية، ويعزف بالتالي عن شرائها.
نعم. وانا اناشد هنا المواطنين يا دكتور هنا جميل ما ذكرت فيما يتعلق اولا عند شراء اي دواء ان يقوم المريض بالبحث عن ختم الوكيل. هو ليس الجميع متعلم ولديهم ثقافة البحث يا دكتور. على ظهر الباكت فالدواء هذا بنسبة 95% أن يكون دكتور لو تسمعني قليلا أو مقول المصدر والمحتوى، وبالتالي هنا قد يكون يعرض حياته للخطر. ولكن هنا تقع على عدة جهات زي ما قلنا، جهات الإعلام وجهات الأدوية وإدارة الصيدلة في مكتب الصحة عدم، ولكن لحد الان لم طيب يا دكتور هل تسمعني الان؟ يتم التفاعل او اصدار ربما مصدر الصوت توجد مشكله في مصدر الصوت دكتور تسمعني؟ ذات الرقابه والتفتيش الطبي هذا اللي ادى الى انتشار كثير من الادويه، وبخصوص ان المريض ان ممكن ان الصيدلاني ان يقول له هذا رخيص وهذا غالي، اذا امتلك الوعي الكامل وعرف خطوره الادويه هذه وممكن تسبب له سرطان، ممكن فشل كلوي، ممكن مثلا هناك مثلا هناك حقن انتيدي هذه تعطى للام الحامل، اختلاف الفصيله بين الام والطفل ممكن دي الى موت الطفل او الاجهاض في المواليد المولود القادم، فبالتالي لا يمكن ان يعرض حياته او طفله او زوجته او اي احد من اسرته للخطر، وبالتالي اذا امتلك الوعي الكامل سوف يقوم بشراء الدواء الأصلي، وإن كان الفارق بين الدواء الأصلي والدواء المزور والمهرب فارق بسيط جدا، فهو بيشتري معناته يشتري صحته بالفارق هذا. وهناك أكيد موجود معناته نوع من أسباب الانتشار الأدوية المزورة والمهربة، أولا ضعف التأمين الصحي. طيب. إذن عكس دكتور العالم دكتور تسمعني الآن، تأمين صحي لكثير من المواطنين. نعم. لكن إذن سأعود إليك دكتور سأضطر للمقاطعة حتى يصلح الزملاء مشكلة الصوت الحاصلة. إذن سأعود إليك دكتور. أرحب الآن هنا بضيفي، سينضم إلينا من صنعاء رئيس جمعية حماية المستهلك السيد فضل منصور. سيد فضل مساء الخير. أهلا يا مساء الخير والعافية. أهلا بك سيد فضل. يعني نتحدث اليوم عن ظاهرة الأدوية المهربة والتي يعني لقت انتشارا كبير في فترة الحرب التي نعيشها حاليا، يعني ما حجم انتشار هذه الظاهرة بنظرك؟ أولا شكرا كثيرا. تشكل الأدوية المهربة طبعا خطر محدق بعموم المستهلكين والمستخدمين لهذه الأدوية، وتفاقمت الظاهرة من فترة لأخرى وزادت منذ 2015 وحتى اليوم نتيجة الحصار الاقتصادي وإغلاق المطارات وعدم انتظام وتدفق السلع وانسيابها بشكل طبيعي، بل وانعدام خاصة الأدوية وبعض المستلزمات الطبية الهامة، وما فاقم من مشكلة صحية ولجوء الكثير لتوفير الأدوية عبر التهريب. طبعا هناك إجراءات معقدة فيما يتعلق بالتراخيص للشركات المستوردة من قبل دول التحالف، وهذا جزء اساسي وجزء كبير جدا من مشكله تفاقم ظاهره التهريب. لجوء المواطنين الى او المهربين الى توفير الادويه هو كان وسيله لتوفير العلاج نتيجه لعدم وجود هذه الظاهره، ولكن هذه الظاهره تشكل خطر جدا لانه التهريب وخاصه للادويه ذات الاستخدامات الدائمه والمستمره للامراض المزمنه مثل السكري وامراض القلب وامراض الكلى والكبد تتطلب الى مواصفات معينه فيما يتعلق بالنقل والعرض والتخزين، والتهريب يشكل خطر كبير جدا في مثل هذه الادويه نتيجه لتعرض هذه الادويه لدرجه حراره عاليه جدا. سيد فضل هناك معلومات عن وجود شركات في صنعاء يعني تقوم بالتزوير وتوزيع الأدوية بشكل واضح على الصيدليات ومخازن الأدوية، يعني برأيك ما الذي يشجع هؤلاء على الاستمرار في هذا العمل الخاطئ؟ أولا أنا أقول تصريحات نائب وزير الصحة وهو الذي هم سابقا الذي هو الآن وزير الصحة موجود في الرياض كان يقول بأن هناك 60% من الأدوية مهربة ومزورة موجودة في السوق اليمنية، ما بالك ما نعيشه الآن في ظل هذا الوضع الذي في ظل الحرب والعدوان والحصار بجميع أنواعه. هناك تهريب رسمي يدخل عبر المنافذ الحدودية للمنافذ مع الأسف الشديد ليست تحت سيطرة الحكومة اليمنية أو السلطات اليمنية على جميع السواحل اليمنية، وبالتالي هذه مرتع قاسي جدا
للتهريب وسوق رسمية جدا. هناك تهريب رسمي يدخل من عبر المنافذ الحدودية وإيصال الدواء إلى صنعاء، إلى الحديدة، إلى جميع المحافظات. هنا في صنعاء قامت حملات كبيرة جدا قادتها وزارة الصحة، وتم إغلاق الكثير من الصيدليات، وتم مصادرة الكثير من الأدوية. ولكن مع هذا طبعا من الصعب جدا أن تراقب كل أو تضع كل أمام كل صيدلية رجل أمن أو مراقب. نعم. هذا يعتمد على ضمير الأشخاص المواطن. طيب يعني سيد فضل نفهم أن الوضع مسيطر عليه بصنعاء إلى حد كبير؟ يعني نسبيا مسيطر بشكل ممتاز جدا. أنا أدي لك مثال، كانت لدى الهيئة العليا للأدوية، الأدوية المسجلة لدى الهيئة العليا للأدوية 18,000 صنف مسجل لدى الهيئة العليا للأدوية، وبناء على تقرير رفعته الجمعية ونوقش في مجلس الشورى في مجلس النواب، قامت الهيئة بإعادة تنظيف قائمة الأدوية، والآن الأدوية التي المسجلة رسمية 7,000 صنف. يعني تم شطب، لأنه هناك مئات الأصناف البديلة، البديل 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 لكل دواء، هذا طبعا شكل خطر جدا. تروح تبحث عن الدواء الأصلي يقول لك لا في بديل، بديل هندي، بديل باكستاني، بديل إماراتي، بديل كذا، بديل كذا، بينما هذه البدائل لا ترقى لأن تكون وفقا للدواء الأصلي، للمواصفات وللتصنيع الجيد وللمواصفات القياسية لهذا الدواء. وزارة الصحة طبعا قامت بدور يشكر عليها، لكن هي لم تتمكن من مكافحة هذه الظاهرة، لأنه ظاهرة خطيرة كبيرة جدا ومنتشرة، وهناك كما قلت لك تهريب رسمي، وهناك إجراءات الدواء طبعا هذا لا يمكن أن تضبطه، لأنه الدواء ينتقل من صنعاء إلى عدن، من عدن إلى صنعاء، من حضرموت، من جميع المحافظات اليمنية، لأنه نحن نعيش في سوق واحدة، وبالتالي صعب جدا أن تضبط في مكان ويترك الجانب الآخر، يفترض أن تكون. طيب هنا الأهم، هنا الأهم سيد فضل، يعني كيف يمكن حماية المستهلك، خصوصا بأن يعني ظاهرة التهريب كما يعني تتحدث الكثير من المعلومات بأن من يرعاها هم أناس متنفذون، يعني كيف يمكن حماية المستهلك اليوم؟ حماية المستهلك هو من خلال التوعية. الآن وزارة الهيئة العليا للأدوية أنزلت تطبيقات إلكترونية، هذه التطبيقات هي ممتازة جدا، تتحدث عن الدليل، أولا دليل الأدوية المسجلة داخل الجمهورية اليمنية والمرخصة، وبالتالي من لكن سيد فضل هناك يعني الثقافة الإلكترونية يعني عامة الناس كما تعرف ونعرف بأنها متدنية جدا في اليمن. أنا أقول هذه تعتبر جزء من التوعية، جزء من التوعية. على سبيل المثال نحن كجمعية قمنا خلال مع التنسيق مع الهيئة العليا للأدوية خلال الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، قمنا بحملة في أمانة العاصمة، وتم التوعية بجميع المدارس حول الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية وخطورتها، وبالتالي تلقوا الطلبة جرعة كاملة من المعلومات. هذه تعتبر جزء من التوعية. نحن نقول بأن هناك يجب أن تكون هناك توعية شاملة، يجب أن لا يصرف الدواء إلا بروشتة رسمية، يجب عدم التزام أصحاب الصيدليات بعدم صرف الدواء إلا بروشتة. الطبيب أو صاحب الصيدلية أو الصيدلاني هو أدى القسم، وبالتالي يجب أن يحترم هذا القسم الذي أقسم فيه، والصيدلاني يجب أن يلتزم بعدم صرف الدواء بطلبات من المستهلكين، يجب أن يكون صرف الدواء بناء على روشتة رسمية من الدكتور المعالج، وبالتالي هذه ستحد أيضا معلم التهريب، لأنه تعرف اليمني يروح للصيدلية ويطلب دواء، أعطيه دواء كذا دواء كذا، والصيدلية يمنح المواطن. ثانيا يضعه أمام خيارات، عندي دواء سعره غالي وعندي دواء سعره رخيص، بينما يفترض لا يبيع إلا الدواء الرسمي الذي وصل بالطرق الرسمية، لأنه يعرف طرق النقل والعرض والتخزين للدواء، وأن الدواء يتطلب درجة حرارة منخفضة جدا، ويتطلب نقل في ظروف نقل ممتازة ومبردة، وتعرضه أو لنقله خارج هذه الطرق يؤدي إلى تلف هذا الدواء، بالتالي يصبح مادة مما يتحول أو تتفاعل المواد الكيميائية لهذا الدواء وتتحول إلى مواد قاتلة. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر رئيس جمعية حماية المستهلك السيد فضل المنصور، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة مأرب، يتحدث الناس هنا عن ظاهرة التهريب ومخاطرها، نشاهد سويا. غالبا ما يؤثر العمل الضريبي والضغط في موضوع الضرائب على موضوع الأدوية، التهرب الضريبي
يتسبب في يعني هروب كثير من شركات الأدوية ولجوئها إلى طرق تهريب الأدوية سواء كانت غالية الثمن أو مطلوبة في السوق أو غيرها. لكن هذا يعني في المجمل يعطي المواطن جرعة سامة، لأنهم غالبا ووصلت إلى أيدينا تقارير أنهم يدفنون بعضها في الصحراء ثم يذهبون لأخذها في وقت آخر. هذه أعمال لا تجوز ولا تصح في حقوق المواطن وحقوق يعني في كافة الأعراف والمواثيق الدولية. لكن هي ظاهرة عامة سواء وجدت الدولة أم لم توجد، ولكنها في الأوقات التي نعيشها الآن تزداد ضراوة في ظل انفلات المنافذ أو عدم سيطرة الدولة على. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من محافظة مأرب، وأعود هنا لضيفي عبر الأقمار الصناعية دكتور مروان الشرجبي. دكتور مرحبا بك مجددا. دكتور، حدثت مشكلة بالصوت منذ قليل، ويعني كانت هناك مشكلة في التواصل بيني وبينك، وأتي لك بنقطة مهمة. يعني من خلال حديثك أنت تكلمت بكلام مهم فيما يتعلق بالتوعية، يعني هو مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإعلام أيضا في مسألة تثقيف الناس وتوعيتهم بمخاطر الأدوية المهربة. ولكن أتساءل هنا دكتور، أنا كمواطن ذهبت إلى الصيدلاني وأمامي دوائين أو علبتين من الدواء، كيف يمكنني أن أميز بين الدواء المهرب والدواء الأصلي؟ يعني هل هناك شيء محدد أستطيع من خلاله التمييز؟ طبعا هذا من أهم الأشياء التي يجب أن يعرفها المريض عند شراء المواطن عند شراء أي دواء. طبعا كما أسلفنا سابقا في الحديث أنه ضروري دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء عبر استلام رسائل توعوية وإرشادية من هيئة الأدوية وإدارة الصيدلة في مكتب الصحة عدن بشكل عام، وبالتالي إذا وجد النضج والوعي للمواطن سوف يتمكن أولا من معرفة الأدوية. والشيء الأساسي رد على سؤالك هو عند ذهاب المريض لشراء أي دواء وبدون الروشدة أن يبحث عن ختم الوكيل على ظهر الباكت. إذا لم يجد ختم الوكيل على ظهر الباكت فليعلم أن الدواء هذا بنسبة 95% أن يكون مهرب أو مزور أو مجهول المحتوى والمصدر. وهذا وحدث أشياء كثيرة، وهناك مثلا يوجد في السوق مثلا إبرة أنتي دي. إبرة أنتي دي عبارة عن إبرة تعطي للأم الحامل، وهي إذا اختلف البصيلة بين الأم والطفل ممكن هذا التحدي إذا الدواء كان مزور أو لا يوجد به الدواء نفسه، بالتالي يتعرض الجاهل للموت أو السقط. وبالتالي هناك خطورة كبيرة جدا، معناته كارثة، ممكن أن يموت طفل تتحمل روح بشرية. معناته بغض النظر عن بعض الأمور ممكن بعض الأدوية يمكن لا تعطي نفس الفعالية، بعض عشان نفرق الأمور هناك أدوية مزورة مزورات كنت تجي من دول شرق آسيا لا 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 يكون داخلها مادة فعالة، أو يكون بها مادة فعالة خاطئة، أو يكون نسبة خاطئة من المادة الفعالة وتحتوي على شوائب وتحتوي على أمواد مقرثمة. وهذه وهنا ممكن تحدث أمراض، لكن الدول يكون قاعدة زي مثلا بعض الأحيان. أنت ذكرت على ختم أو تحدث عن ختم الوكيل، بالنسبة لختم الوكيل ألا يمكن أن يزور؟ يعني وصل الاحتراف ببعض المهربين والمزورين إلى درجة تزوير ختم الوكيل، هل هذا الشيء قد يكون وارد مثلا؟ ممكن أن يكون وارد. أنا أقول لك أهم شيء هو الوعي، وعي المريض، وعي المريض. والمريض أعتقد أنه إذا تفطن إلى وجود البحث أمام الصيدلاني عن الخدم، ففي تلك اللحظة الصيدلاني يعرف أن المريض هذا لديه الوعي الكامل. وهناك مثلا وهناك للأسف، أنا أقول بصراحة بالأسف، هناك بعض الشركات لا تدخل رسميا للبلد ولا تضع ختمها على بعض منتجاتها بطريقة تحايل. مثلا أن تدخل عبر الميناء مثلا كمية محددة، والباقي أن تدخل عبر التهريب. وهذا مشكلة كبيرة، هذه تعرض تضر الاقتصاد الوطني، لا تخضع للجمارك، غير الخطر الصحي على المريض. وهنا يختلط الحابل بالنابل، يختلط الدواء المهرب مع الدواء الأصلي، وبالتالي المريض يحدث له نوع من التشويش. هنا أناشد بعض الشركات
أن تضع ختمها على جميع منتجاتها حتى يتسنى للمريض التفريق بين الدواء المهرب والدواء الأصلي بما يضمن جميل. حياة المرضى جميل. إذن ابقى معي دكتور، أذهب لأرحب هنا بضيفي رئيس أو من عدن رئيس الغرفة التجارية السيد أبو بكر باعبيد. سيد أبو بكر مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم. أهلا بك سيد أبو بكر. يعني نتحدث اليوم عن ظاهرة التهريب المتعلقة بالأدوية وأيضا التزوير الحاصل في الكثير من الأدوية. أنتم في الغرفة التجارية كيف تنظرون لهذه الظاهرة؟ اهلا وسهلا، اولا شكرا جزيلا على هذه الفرصه، ونتمنى التوفيق للعام القادم لبلقيس وقناه بلقيس ومجلس ادارتها وجميع العاملين فيها. اهلا بك. الشيء الثاني، نحن ضد التهريب بكل اشكاله، بجميع اشكاله التي تاثر على الاقتصاد الوطني، ما بالك بالادويه التي هي تخص حياه الانسان. نعم. تهريب الادويه هذا يعني كارثة صراحة، يعني الآن نحن، ولكن هذا يتحملها عدة جهات وليست الصحة فقط، لأن عدم وجود الدولة في الفترة هذه المرحلة هذه الاستثنائية السيئة التي مر عليها بها الدولة هي سبب مشاكل كثير، كثير من المشاكل اللي يعاني منها المواطن، وخصوصا في مجال الدواء. الدواء الآن صعب جدا انك تثق انك تشتري، حتى لو في ختم مثل ما سمعت الآن تم تزوير بعض الختم تبع الوكلاء، دخول ادويه غير صحيحه، شكل دواء ولكن ما داخل هذا الدواء او من مواصفات قد تكون احيانا يمكن من اشياء تضر الانسان وتزيد من امراضه ومن ما يعانيه. انا يعني اتكلم معك الان مثلا كامين عام للمؤسسه الوطنيه لمكافحه السرطان، ايضا نحن نعاني كثير من هذه الاشكاليات، من هذه المشاكل بسبب الادويه، بسبب المواد الكيماويه، الاسمده، الاشياء كثير بسببها، وهذا كله بسبب عدم وجود الدوله ومراقبتها على جميع المنافذ. وبالعكس يمكن بعض المناطق تدعم من قبل بعض المسؤولين في دخول هذه الانواع من الادويه والاشياء الضاره للمواطن. نعم، لكن سيد أبو بكر، يعني أمام الإهمال الذي يعني الحاصل في المنافذ من قبل الدولة، بالمقابل هناك أضرار بالتأكيد اقتصادية كبيرة ناجمة عن هذه الظاهرة أو المشكلة. صحيح، أنا ذكرت لك في البداية أن الاقتصاد الوطني الآن يعني في أسوأ حالاته بسبب هذه الأشياء. طيب يقال الدولة لا تدرك هذه الخطورة، يعني إذا كانت أو إذا كان الأمر فيما يتعلق بحياة الناس ليس بهذه الأهمية لديها، هناك أيضا اقتصاد البلد والوضع الاقتصادي بشكل عام يتأثر في مسألة التهريب سواء في مجال الأدوية أو مجالات أخرى. صحيح 100%، لأنه عدم توريد هذه المبالغ بالطرق الصحيحة للبنك المركزي للدولة، هذا هو اللي يعاني منه الآن الاقتصاد. يعني الآن اليوم الدولار 600 ريال ويمكن أكثر مساعا بسبب هذا كله، لأنه كلها تهريب، كلها عدم، يعني ما في وطنية. الموضوع يحتاج خوف من الله شوية وطنية، ما بقول كلها وطنية، لو كان حتى نسبة معينة من الوطنية. الآن حتى المواد الغذائية فيها تهريب، المواد البناء فيها تهريب، الحديد يمكن احيانا يوصل فيه تهريب. طيب الى فين نحن رايحين بهذه الامور؟ يعني اليس فيكم رجل رشيد؟ اليس هذا يضر بالانسان المواطن اليمني؟ وانت كم بتستلم وكم بتاخذ من هذه الاموال؟ الى فين رايح فيها؟ نعم، اذا يعني وضحت الصوره. لن تنفعك الا نعم. يعني الان نحن صدق نعاني من عدم وجود ضمير، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة في هذه الأمور. هذا علاج، اسمه علاج تدمر، يعني حتى المعاني البسيطة للقيم صارت الآن مهددة بها حتى بالانقلاب، تهريب في كل شيء حتى في القيم الإنسانية والإسلامية. بالفعل نحن الآن يعني
يعني إذن في هذا الوضع سيد أبو بكر بالفعل كما أسلفت أنه لا أمامنا من خيار غير الإنسانية، يجب أن تحضر في هذا الظرف وهذا الغياب الواضح للدولة. أشكرك جزيل الشكر رئيس الغرفة التجارية في عدن السيد أبو بكر باعبيد، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور مروان. دكتور مروان، يعني من المؤسف أن يعني تتحدث الأنباء والمعلومات بأن من يدير ويشجع هذه الأعمال هم أناس متنفذون وأصحاب رؤوس أموال، هم من يشجعون ظاهرة تهريب الأدوية المهربة والمزورة. يا أخي أكيد معناته إذا 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 انعدم الأمن وانعدمت أشياء معينة وانعدمت دور الرقابة الرادعة، أي إنسان مثلا عنده ضعف وازع ديني ممكن ليس يهرب الدواء فقط، ممكن يهرب جميع الأشياء، ممكن يهرب المواد الغذائية، ممكن يهرب، لكن النقطة الخطيرة جدا إنه الدواء هو الشيء الخطير جدا. الدواء اذا كان مزور عكس اي شيء اخر، لان الدواء هذا يدخل الى جوف الانسان وهي عباره عن ماده كيميائيه. اذا كانت الماده هذه الداخله الى جوف الانسان الغرض منها علاج الانسان وهي ليست عباره عن دواء وتحتوي على شوائب مشوابس مسرطنه، فهذا فهو كارثه، فهذا ممكن يسبب الى موت الانسان. لكن هناك اشياء ممكن تجاوزها في بعض الاشياء، اشياء مهربه كما قيل الكثير من الحاضرين الان، في اشياء مهربه كثير، لكن الدواء بالذات هذا ممكن يؤدي الى حياه الى موت المواطن، او اذا تعرض الى سرطان او فشل كلوي او موت طفل او موت ام او عدم استفاده من الدواء، هذه كارثه. ونحن في اداره الرقابه والتفتيش الطبي قبل الصحه عدم قال الدكتور فؤاد اليافعي نحاول التخاطب مع القيادة الصحية في مكتب الصحة لإتاحة الفرصة للإدارة للعمل وللنزول لمصادرة جميع الأدوية هذه الموجودة في السوق المهربة والمزورة. ونحن أيضا كعضو الآن حاليا في لجنة هناك إن شاء الله في مؤتمر الصيدلان العلمي الثاني سيقام في 1 يناير، مؤتمر كبير في عدن في قاعة كورال، وسوف ندعو في هذا المؤتمر جميع الصيادلة للحفاظ على حياة الإنسان ومنع بعض الأدوية هذه المزورة أو التعامل مع المهربين، وهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع ومسؤولية الإعلام ويجب أن جميع المنابر تشتغل من حماية المواطن. جميل، لكن دكتور بالنسبة للتشريعات القانونية، ما عقوبة من يمارس تهريب الأدوية وتزويرها؟ يا أخي للأسف أقولها بكل ألم، لم يتم إقرار قانون الصيدلاء لحد الآن، وكان وهذا والقانون مطروح في مجلس النواب له عدة سنوات لم يتم، وبالتالي الذي شجع على زيادة من مظاهر التهريب الأدوية هو غياب قانون الصيدلة. هناك أكيد هناك قوانين رادعة ولوائح تبع الهيئة العليا للأدوية والذي أصدر في عام 1999، لكن قانون الصيدلة لا يوجد قانون صيدلة، وبالتالي هذا شجع المهربين على زيادة التهريب، ومثل ما قد سالفة من أمل العقوبة أساء الأدب، وبالتالي يجب تفعيل دور الرقابة الطبية، إدارة الرقابة الطبية. بالتالي إذا نزلنا إذا كنا عملنا حملات سابقة من سابق قبل 3 سنوات، عبان مدير مكتب الصحة السابق الدكتور خضر ناصر أصور نقول ألف تحية من هنا، قمنا بعدة حملات وتم مصادرة كثير من الأدوية المهربة والمزورة وإتلافها، وكان هناك خوف من كثير من المهربين وتم تكفيف كثير من المنابع، ولكن منذ 3 سنوات آخر حملة تمت في 2016 لحد الآن لم يتم عمل نزول أي حملات أدوية في السوق ومصادرة الأدوية المهربة، وبالتالي هذا شجع المهربين وشجع الجميع، على حتى بعض الصيدلات للأسف تقوم بشراء الأدوية من المهربين. إذا الصيدلاني امتنع عن شراء الدواء المهرب هذا من والمزور من المهربين، بالتالي بيتم التخفيف. ولكن هناك عذر لبعض الصيادلة يقول لك الدواء هذا الشركة الأصلية امتنعت عن توريده اليمن، هذا لا يعني أن تعطيه الدواء المهرب. أنا أقول لك أعطيه صنف بديل
بشركه محترمه اخرى، مثلا اقول لك انا شي الصنف الفلاني هذا استخدمه ولفتره طويله، يا اخي لا تعطوا الدواء المهرب هذا، اعطوا دواء نفس الماده العلميه لكن شركه محترمه جدا، والبديل الامن وليس البديل القاتل. بالفعل. إذن هذا شيء مهم، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر نائب مدير الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة، في كنت معنا من عدن الدكتور مروان الشرجبي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. رسالتنا هنا يعني إذا غابت الدولة يجب أن تحضر ضمائركم أنتم كدكاترة وصيدلانيين وأيضا الناس الذين يقومون ويشجعون عمليات التهريب وتزوير الأدوية، يجب أن تحضر ضمائركم في هذا الجانب. وبهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.